لا انا عايز اقول لحضرتك ما اثير في الفتره الاخيره برضو عن موضوع التنافسيه اللي اتكلم عنه طبعا استاذ محمود، ده ليس له علاقه بضعف المسابقه ده اسمه، انا سمعت ده اول مره في احد القنوات العربيه. اوكي. الناس اللي هما بيقولوا لا ده احنا كذا وكذا، بيتكلم في جزئيه، يقول لك ده مصر زي جيبوتي زي مش عارف ايه. ليه؟ في الرياضه يعني، لا في كره القدم يعني، في الدوري، لا في الدوري، تصنيف المسابقه الدوري بتاع بتاع مصر مستواه زي جيبوتي. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان الاهلي بياخد الدوري على طول. مش صحيح المحزبه، لا يعني انا بتكلم على قلب الحقائق. طبعا المقصود بهذا التقرير، حتى لو في تقرير من الفيفا، انه النادي الاهلي خلال 15 سنه واخد الدوري كل اغلب السنين 14 مره ماشي، ولم يخرج الدوري من عنده غير مره. هل ده عيب في حق الاهلي؟ يعني هو الاهلي عيب مثلا، حق ادارات الاهلي، عيب حق جمهور يعني الأهلي. هو الاهلي يا كابتن اسلام المفروض ياخد الدوري السنه دي لنفسه والسنه الجايه ينسحب بقى عشان حد لا لا ده ما ينسحبش، يسيبه بس والسنه الجايه يكسبه برضه، هيسيبه ويديه لنادي تاني او يفوت، يفوت او يفوت. يا سلام على القفله، يفوت والله. هل يفوت عشان ما يكسبش الدوري على طول؟ هي دي القضيه. فبص كل دي انا بقول ان هي قنابل دخان. وفي النهايه اللي في احنا هنشوفه الاهلي بيخرج في الطريق من هذه القنابل منتصرا. وده شيء مهم. وبالمناسبه التقرير ليس سبه، هو خالص جايب خالص البلاد التي ملناش دعوه بقى ان بيطلع منها مصر فالنادي الاهلي زي ما محمود قال على اليوفي مثلا. الرانك ده بيقول ان دول هنا اقل تنافسيه من كتر ما ده بيكسب، مش عشان ده دوري يعني لازم بقى بعد كده